يوم عاشوراء قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يعني اللي بيصوم يوم عاشوراء ربنا بيغفر له صغائر ذنوب السنة الماضية اللي احنا فيها دي. صيام يوم عاشوراء سيدنا النبي قال: إذا عشت لقابل لأصومن التاسع. قال العلماء: يصوم التاسع والعاشر. فاللي عايز يصوم يوم الاثنين ماشي، يوم الثلاث ماشي، يوم الاثنين والثلاث ماشي، يوم الاثنين والثلاث والأربع ماشي، اللي مش هيقدر يصوم برضو ماشي. فدخل علينا اليوم ده، واليوم ده نوسع على أولادنا فيه، ويوم طيب مبارك يوم عاشوراء، اليوم اللي ربنا نجى فيه بنو إسرائيل من فرعون وأغرق فرعون وجنوده ونجى فيه بنو إسرائيل. لما سيدنا النبي رحل في المدينة لقي اليهود بيصوموه، انتوا بتصوموه ليه؟ لأن ربنا نجى فرعون، نجى في موسى وبني إسرائيل من فرعون فصامه موسى فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم.